اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج زيبراش. احنا كده خلاص يعتبر فاضل لنا حلقتين غير الحلقة دي، ويبقى خلصنا الدورة بتاعتنا علشان نبتدي بقى بعد كده فرشة عمل مصغرة. طبعا الحلقة دي هنتكلم فيها عن الماتيريال بما اننا في اخر الحلقات، وبعد كده هناخد البولي بنت والتكتشر، وطبعا عقدة بعض الناس اللي هي اليوفي ماب. برنامج زيبراش من البرامج اللي فيه ادوات بتبسط لي ازاي افرد اليوفي ماب، والكلام ده كله نتعرف عليه طبعا. بس حلقة النهاردة الماتيريال، طبعا كان في اسئلة كتير جاية واغلبها كان في الماتيريال، فانا شايل كل اسئلة خاصة بحلقة للميعاد بتاعها. وبما ان اغلب الاسئلة اللي جات على الماتيريال، فانا كاتب الاسئلة اللي جات ليه، وان شاء الله هنجاوبها في سياق الموضوع بتاع الحلقة بتاعت النهاردة. يعني من الاسئلة المهمة اللي جات النهاردة في الحلقة، زي ازاي اعمل ماتيريال، عشان عايز اعمل ماتيريال ذهب ومش عارف اجيب الماتيريال. ماشي، احنا كده كده هنتعرف بصورة عامة ازاي نعمل ماتيريال عموما، بقى تعمله دهب، تعمل اللي انت عايزه براحتك. سؤال تاني ده بخصوص 3D كود، بعمل فيه حاجة زي البامب ماب، هل زيبراش فيه حاجة زي كده؟ برنامج زيبراش برنامج يعني عالمي وموجود في كل شركة. برنامج 3D كود انا بشتغل عليه برضو بالمناسبة، 3D كود. لكن عايز اقول لك على حاجة، 3D كود في ادوات طبيعي برنامج زيبراش هيكون مغطي برضو نفس الادوات دي واكتر، عشان تبقى عارف يعني. فان شاء الله موجودة وهنشرحها برضو، وهنعرف الناس اللي ما تعرفش ايه هي البامب ماب والكلام ده كله. طيب نكمل باقي المحاضرة، وباقي الأسئلة بقى ندخلها في المحاضرة كده نشرحها على طول. تمام، أول حاجة ايه هي الماتيريال للناس اللي ما تعرفش. الماتيريال عبارة في العموم يعني عبارة عن الضوء والشادو مع الصورة بتاعت الماتيريال بيدينا الماتيريال ده، يعني أبسط معنى ليها. فخلينا نبتدي نفتح الماتيريال من على الشمال هنا نشوف ايه اللي عندنا. عندنا هتلاقي المدكب ماتيريال والستاندرد ماتيريال، نوعين عندي في الزي براش. تمام، هنتعرف على الفروق ما بينهم، بس يعني في عجالة كده او ببساطة المدكب ماتيريال دي بيبقى مدمج فيها الاضاءة والظلال مع بعض. تمام، يعني فخلينا نتعرف ايه الكلام اللي انت بتقوله ده، خلينا نعرف اكتر. فهننزل حاجة من اللايت بوكس نشرح عليها، تقول الراجل اللي تعبينه معانا دايما الديمو هيد اديت. تمام، طبعا زي ما انت شايف بيبقى الريد ماتيريال دي اللي هي جاية ديفولت كده نازلة معانا. خلينا نقفل البرسبكتيف. تمام، اول حاجة معانا خلينا نتعرف عليها الماتيريال بصورة عامة. هنفتح الزر بتاع الماتيريال وخلينا نجيبه على اليمين هنا عشان الناس تشوفه ايه اللي موجود فيه. اهم حاجة في اللي انت شايفه ده كله عندك المودفاير. المودفاير دي بمجرد ان انت بتتلاعب بالسلايدرز اللي هنا دي كلها بتلاقي اختلافات حصلت للماتيريال، وممكن ان انت توصل لماتيريال جديدة عن طريق ان انت تتلاعب بالماتيريال دي. بس قبل ما نتلاعب باي ماتيريال خلينا نعمل مثلا كوبي كده، ناخد نسخة منها ونختار اي ماتيريال من دول. ماشي، ونعمل باست ماتيريال. تمام، عشان نتلعب بالماتيريال دي والاساسية تبقى موجودة معانا. طبعا انت بمجرد ما هتقفل، حتى لو ما عملتش كده، بمجرد ما تقفل البرنامج وتشغله تاني هتلاقي كل حاجة رجعت زي ما هي. تمام، خلينا اول حاجة طبعا عندك الاوباسيتي بتاعتنا ممكن تتلعب بيها برضو، لو قللتها شوف اللي بيحصل. زي ما انت شايف كده
يعني انا هوريك حاجات مهمة وانت ممكن تجرب على الباقي كله بقى. تمام، عندك الانتنسيتي A و B. تمام، ممكن انت برضو تلعب فيهم وتشوف زي ما انت شايف اللي حصل، الضوء مع الشادو، ال A وال B، ادي اللي حصل، لعبنا بالقوة بتاعة الإضاءة، ممكن نرجعها تاني زي ما كانت. هي على الواحد أصلا، عشان لو أنت يعني جربت السلايدر ده أو ده ومعرفتش ترجع تاني اكتب رقم واحد هيرجع لك مرة تانية. عندك ال U A و B دول لما تغيرهم هتلاقي في اختلاف في الألوان، هيغير لك اللون. فلو جربنا كده زي ما انت شايف اللي حصل اهو. تمام، بعد كده لو جيت تحت الاورينتيشن ده، الاورينتيشن A و B ده خاص بالاضاءة. تمام، فلو غيرت كده تشوف اللي هيحصل اهو، مسقط الاضاءة والكلام ده كله على الماتيريال والشادو. تمام، وهتلاقي عندك تحت صورة زي ما انت شايف كده، دي الصورة بتاعت الماتيريال. تمام، ودي ليها أهمية هنتعرف عليها في الحلقة النهاردة. خلينا نجاوب على أول سؤال، طبعا كل ده في سياق المحاضرة والناس هتستفاد منه. ايه هي البامب ماب دي اللي الراجل كان بيتكلم عليها على 3D كود؟ البامب ماب دي لو تفتكروا في المحاضرة سابقة قلنا ان انت بتعمل ريتوبولوجي علشان تقلل عدد البوليجن. تمام، طيب لما بنقلل عدد البوليجن الموديل بتاعنا بيفقد التفاصيل بتاعته، عشان كده قلت لك خد نسخة من الموديل هو وهاي بولي عدد البوليجن عالي، يعني البوليجن ده عدده عالي، تاخد منه نسخة وتعمل ريتوبولوجي. تمام، على نسخة منهم، ويعني تخلي هتعمل واحدة لو بولي تقلل العدد بالطرق اللي خدناها قبل كده، وواحدة هتفضل هاي بولي. ليه؟ علشان نعمل بروجيكشن ناخد التفاصيل من الهاي بولي نحطها على اللو بولي. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ان انت هيبقى عندك موديل البوليجن بتاعه قليل لكن بنفس التفاصيل بتاعة الموديل اللي هو هاي بولي او عدد البوليجن كتير. ده بيندرج تحت بند ماب او نوع من التكستشر ماب اسمها نورمال ماب او بامب ماب هنا. تمام، طيب معنى كده هل ان انا ممكن احط تفاصيل من غير ما يعلي بوليجن؟ ممكن طبعا. ازاي بقى؟ نيجي هنا بقى اللي الراجل ده كان بيتكلم عليه في 3D كود، ان انت تشتغل بامب، تعمل بامب، تشتغل يعني ترسم كأنك بترسم بامب، كأنك بتعمل نحت يعني. خلينا نشوفها. طيب هنروح الماتيريال، هتلاقي عندك حاجة اسمها بامب فيور مات. تمام، بامب فيور مات، فاضغط عليها زي ما انت شايف اهو. اول حاجة هنشيل الزي اد. تمام، ليه هنشيل الزي اد؟ هنتعرف على الكلام ده كله في الحلقة اللي جاية اللي هي البولي بند، لما نيجي نلون الموديل بتاعنا. لو انت مشغل الزي اد وجيت تحط لون، تمام، هتلاقي ان هو بيعمل نحت وبيحط اللون. لا، احنا مش عايزين نعمل نحت، احنا عايزين نحط لون بس، يبقى لازم تشيل الزي اد دي. اول حاجة، اول نقطة. طيب ار جي بي وام وام ار جي بي دي هنتعرف عليهم في البولي بند، لكن اللي خصنا دلوقتي طالما هنحط لون فقط يبقى ار جي بي، هشغل الار جي بي. تمام، وعندك طبعا الانتنسيتي تحت بتاعتها، القوة التأثيرية بتاعتها، احنا مش الكلام ده كله بتاع الحلقة بتاعت البولي بند فمش عايزين ندخل فيه دلوقتي. لو لاحظ كده، لو جيت اغير اللون شايف هنا اللي بيحصل، في تغيير معايا. طيب ازاي اغير اللون عادي من غير ما يحصل لي تغيير على طول كده؟ اول حاجة هتروح على color وهنقول له fill object. تمام، fill object كده انا عملت fill
object ثبتت اللون اللي انا واقف عليه الاساسي بتاع الماتيريال، بحيث ان انا اروح على اي لون تاني زي ما انت شايف ما يحصلش اي تأثير، وبالتالي اقدر اخد اي لون انا عايزه واشتغل الون بيه من غير ما الجسم كله ياخد نفس التأثير عشان ما بوظليش الدنيا. تمام. البامب فيور دي بقى هنيجي هنا، هنجيب اللون الاسود، هنجيب اللون الاسود. شوف كده لما اجي اشتغل، خلينا اقفل السيمتري مش عايزينه. لما اجي اشتغل كده شايف ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ ده عمل نحت. طب ما انت قافل الزيئات يبقى عمل نحت ازاي؟ بص كده شايف ده بقى مش نحت. انت دلوقتي يعني اللي ما يعرفش هو اتخدع، يعني انت جالك خداع بصري دلوقتي. انت كل اللي بتعمله دلوقتي ان انت بتتلعب بالالوان، انما مش نحت. ودي بقى اللي كنت بتكلم عليه من شوية، ممكن ان انت تحط تفاصيل وتحط تأثيرات كأنك بتعمل نحت، لكن في الواقع انت مش بتعمل نحت، ده مجرد تأثير الوان في البامب ماب والكلام ده كله. يعني هل معنى كلامك ان انا اقدر احط تفاصيل واعمل الكلام ده كله وما يزودش البوليجن؟ ايوه ممكن عن طريق البامب زي ما انت شايف اهو، ده مجرد لون اسود مش نحت ولا حاجة. شفت القوة؟ تخيل انت بقى ممكن تعمل ايه، اشتغل احط تأثيرات والكلام ده كله وما يزودليش بوليجن. ممتاز جدا، ده على اللون الاسود. تمام. طب لو جبنا اللون الابيض كده ايه اللي هيحصل؟ لو جبنا اللون الابيض واشتغلنا كده شايف اللي حصل ايه؟ ده اللون الاسود كأني ضغط على الالت في النحت انا وشغال، بيعمل حفر لتحت. واللون الابيض كأني بعمل نحت عادي من غير الالت، فبيعمل زيادة لفوق. اظن وضحت هنا بقى في الماتيريال دي اللي هي البامب، شغال على اللونين الاسود والابيض. لو حبيت تعمل حفر هتشتغل باللون الاسود، لو حبيت تعمل زيادة او نحت عادي يبقى تعملها على اللون الابيض. وبطبيعة الحال ممكن تحط الالفا والكلام ده كله وتشتغل تعمل تأثيراتك والكلام ده كله. وبعد ده كله هنعمل لها بيك او نحطها على نورمال ماب عشان ناخد التفاصيل والكلام ده كله، ودي هنتعرف عليها في حلقة التكستشر. وبكده يبقى ممتاز جدا، احط تفاصيل من غير ما ازود بوليجن، ده حاجة جميلة جدا. تمام. اظن وضحت دلوقتي. هنشوف حاجة جديدة بقى معانا، وهي كان سؤال تاني. معنى السؤال، علشان هو السؤال مكتوب بصيغة يعني مبعوث بصيغة غلط بس انا فهمته يعني، وكويس ان احنا جبنا الموديل ده نجرب عليه. معنى السؤال ان دلوقتي هو بيجي يحط ماتيريال علشان يبدأ يعمل تلوين والكلام ده كله، فبيلاقي العينين والاسنان والكلام ده كله خد نفس الماتيريال. ما هو طبيعي لازم ياخد نفس الماتيريال، طالما انت ما عملتش كلر وفيل اوبجكت هياخد كله، هياخد نفس الماتيريال. يعني خلينا نجيب حاجه تبان، لو جبنا الكروم بي دي شايف كل حاجه خدت نفس الماتيريال، كل حاجه. خلينا نروح على التول، قائمه التول، نجيب سب تول. احنا معانا ايه؟ معانا الاي ومعانا الاسنان والعينين ومعانا الجسم. فانت لو بصيت كده هتلاقي كل حاجه خدت نفس الماتيريال. طبيعي ان كل حاجه تاخد نفس الماتيريال. ليه؟ لان في الطبيعي مثلا انا عايز بيسك ماتيريال فاختارها، هتقول له كلر في الاوبجكت. خلينا بس نجيب على الماتيريال هنا، هنقول له كلر وفي الاوبجكت. تمام. هتلاقي كل حاجه خدت نفس الماتيريال. طب بالنسبه للعين بقى، انا عايز حاجه العين والاسنان عايز حاجه يكون فيها لمعه كده، علشان لما اعمل تكستشر واعمل ريندر تبقى العين اكيد فيها لمعان، مش هتبقى زي جلد الجسم كده والكلام ده كله. فحاجة لمعان ممكن عندك التوي بلاستيك، انا بعملها دايما للعين، فهنختار الاول العين. تمام. وهروح على الماتيريال، هجيب توي بلاستيك وهقول له كلر في الاوبجكت.
شايف اللي حصل؟ اهو لو ركزت كده العين بقى فيها لمعان، طبعا هي مش واخده لون فمش ظاهره، بس بقى فيها لمعان. المهم ان هي خدت ماتيريال مختلف عن باقي الجسم. فهي القصه كلها في ان انت بتختار الحاجه اللي انت عايز تحط لها ماتيريال وتعمل لها فيل اوبجكت علشان ما تتاثرش باي ماتيريال تانية. تمام. النقطه التانية بقى، موديل زي ده الشعر بتاع الراجل ده جزء واحد من باقي الجسم. طيب افرض انا عايز ادي الشعر ده ماتيريال تاني وهو جزء واحد من نفس الجسم، ازاي بقى؟ ما انا لو اديت الشعر ده ماتيريال باقي الجسم كله هيبقى نفس الماتيريال. افرض انا عايز ادي مثلا ماتيريال فيها لمعان والكلام ده كله، صح؟ طيب الحل دلوقتي ايه؟ قال لك انا هدي لك بينت ماتيريال، تعمل بينت بالماتيريال. يعني ايه؟ يعني الراجل ده واخد ماتيريال بتاع بشرة عادية، صح. طيب هنعمل ايه؟ خلينا مثلا نروح نجيب اي حاجة تكون ظاهرة كده، عايزين حاجة الكروم مثلا زي ما انت شايف اهو. وطبعا احنا وضغطين على الام، خلي بالك مش الار جي بي دلوقتي، احنا في الام عشان نشغل الماتيريال. تمام. وخلينا نيجي مثلا نعمل بينت، شايف اللي حصل؟ الماتيريال بتاعة الجسم زي ما هي، لكن انا بعمل بينت بماتيريال تاني مختلف خالص عن الجسم زي ما انت شايف اهو. يعني انت ممكن تدي ماتيريال وتشتغل بنوع ماتيريال تاني، شايف اهو؟ ممتاز جدا. خلي بالك ان احنا لما تيجي تعمل كده تبقى واقف على زر الماتيريال، ضاغط على زر الماتيريال مش الار جي بي. تمام. لان انت دلوقتي بتشتغل على الماتيريال مش بتشتغل الوان. تمام. كنترول زي عشان ارجع تاني. هقفل اديت، كنترول ان. تمام. هجيب المات كاب جراي. خلينا نشوف حاجة تانية، نشوف حاجة تانية، نجيب حاجة تانية نشتغل عليها. هات ماشي، نجيب الراجل مع الزبين ومعانا ده. تمام. هضغط اديت مرة تانية. دلوقتي ازاي نعمل ماتيريال بقى؟ ازاي نعمل ماتيريال؟ تمام. في اكتر من طريقة تعمل بيها الماتيريال، اكتر من طريقة، بس احنا هناخد اسهل طريقتين فيهم علشان الناس ما تلفش وتتعب، بما اننا متابعين من اول الدورة اسلوب تبسيط المعلومة، فهناخد ابسط طريقتين. اول حاجة خلينا نروح على الستاندرد ونجيب حاجة من الستاندرد، وليكن عايزين حاجة ناخد البيسك ماتيريال ماشي زي ما احنا عليها. وهروح على اجيب الماتيريال، تمام، عشان لو مش موجودة هنا. تمام. بعد كده عندك زي ما قلنا عندك حاجتين مهمين. اول حاجة طالما هتعمل ماتيريال جديدة هنعمل كابل الماتيريال دي ونحطها على اي ماتيريال تاني، نعمل عليها باست ماتيريال علشان ايه؟ احنا دي هنحفظها بقى، مش هنقفل البرنامج ونرجع والكلام ده كله تاني. هنروح على اللايت بقى، بما اننا قلنا ان الماتيريال عبارة عن ضوء وشادو والكلام ده كله، يبقى احنا دلوقتي قصتنا كلها في اللايت. تمام. هنروح على اللايت، نجيب اللايت. وعندك اول امر من الامور المهمة اللي هو اللايت كاب، فاضغط عليه. شايف المربع اللي انت اللي ظاهر قدامك الاسود ده؟ ده اللي هيبقى الماتيريال بتاعتها تتكون جواه. هو دلوقتي لونه اسود ليه؟ لان احنا مش حاطين ضوء فيه. طيب لو بصيت هنا هتلاقي عندك حاجة اسمها الديفيوز والسبيكولار بتاعتي، ده هنتعرف عليه ده كله. طبعا اول حاجة هنحط نيو لايت، هنحط نيو لايت ضوء جديد. هتشوف اللي هيحصل، ابتدى ياخد شكل ماتيريال معايا اهو. تمام. انا دلوقتي ماتيريال. طبعا القصة كلها بقى لعب في السلايدرات دي عشان توصل للماتيريال. تمام. دلوقتي ممكن تزود في السترينث زي ما انت شايف اهو كده،
كل ده تلاعب بالأضواء والألوان يعني والكلام ده كله. الابريتشر زي ما انت شايف ده بيعمل ايه؟ ده بيزود دقة الضوء، هو دلوقتي على 90، فانت لو زودته هتلاقي شايف اللي حصل، بيزود لك دقة الضوء. تمام، الفولوف بيزود دقة الضوء برضو، لكن بيخلي على الحواف حادة أو ناعمة على حسب ما أنت عايز، حادة أو ناعمة، ركز في النقطة دي. تمام، دي غير دي يعني. عندك طبعا لو عايز تغير الكلر، اللون، الراجل اللي كان عايز شكل الذهب كنت تغير اللون، نعمله أصفر على حسب ما أنت عايز يعني. تمام، بعد كده بقى ممكن يعني دي الحاجات المهمة، نضيف ضوء تاني، لأن انت مش هتعمل ضوء واحد وبس، لأ نضيف ضوء تاني ونديله إعدادات تانية برضو على حسب ما انت عايز بقى. ممكن المرة دي نقلل شوية ونقلل دقة الضوء ونخليه أنعم أو حاد، ونغير اللون، ممكن تغير اللون عادي. يعني هو الموضوع كله زي ما انت شايف تلاعب بالإضاءات مش أكتر، الإضاءات والشادو. تمام، وتضيف برضو ضوء تالت، ولو انت شايف يعني ان في ضوء زيادة او حاجة ممكن تعمل تحذف الضوء منهم براحتك عادي، ممكن تتنقل ما بين الضوء. اه عندك رقم، ده بيقولك ان الضوء رقم 3، ممكن ترجع تضغط كده ترجع للضوء التاني او الاول، او تسحب السلايدر ده تسحبه عادي زي ما انت عايز، ما فيش مشكلة. ممكن نزود شوية بقى دلوقت ونقلل، والكلر زي ما انت شايف. بعد كده بقى كل ده انت بتعمل في الديفيوز. نروح على السبيكلر بقى، ونفس الكلام هنرجع للضوء من الاول، ونبتدي بقى نتلعب في السلايدر لحد ما نوصل لحاجة او للشكل، شكل قريب من الاشكال اللي احنا عايزينها، او يعني ضوء قريب او لون قريب على حسب ما احنا عايزين. تمام، يعني اللي احنا نشوفه. تمام، طبعا ممكن تتلعب بالالوان تاني برضو عادي، وتتنقل ما بين الاضواء والكلام ده كله، تزود وتقلل الاضاءات زي ما انت عايز يعني. تمام، وهكذا يعني، ما فيش حاجة، انا مش شايف حاجة صعبة يعني. علشان بس الوقت، وهكذا تفضل بقى انت تتلعب بالسلايدر، السلايدر دي كلها تتلعب بيها انت، هتلاقيه طلع لك لون ماتيريال زي ما انت عايز. تمام، طيب انا خلاص المفروض دي الماتيريال بتاعتي، عجبني نوع الماتيريال ده، انا عايز الماتيريال دي. دلوقتي مجرد ما اقفل البرنامج واشغله تاني الماتيريال هتروح، فهعمل ايه؟ ممكن ان انت تروح على الماتيريال. تمام، وهنعمل سيف للماتيريال بتاعتي. تمام، وممكن نكتب اي حاجة مثلا جولد. تمام، واقول له سيف. بمجرد ما انا هروح على اللايت بوكس، اروح على الماتيريال، طالما انت حفظتها او عملت حفظ داخل ملف بتاع البرنامج في ملف الماتيريال اللي في البرنامج، تمام، هتلاقيها موجودة في اللايت بوكس ساعتها اهو، هتلاقي جولد الماتيريال اللي انت عملتها زي ما انت شايف. تمام، كان في برضو الماتيريال ايه، هتلاقيها هي، ممكن تجيبها بقى في اي وقت، او ان انت هتروح هنا هتعمل لود،
تختار الماتيريال بتاعتك، سواء كان الدين انت عاملها او جولد اللي انت عايزها يعني، تمام، وهكذا. دي اول طريقة. طبعا كل ده كان من قائمة اللايت. عندك اللايت كاب، وفي حاجة اللي هي اللايت كاب ادجستمنت، دي اهم حاجة فيها. اول سلايدر ده بيتحكم في الضوء كله بقى، مش واحد واحد، لا ده في الضوء كله، ممكن تلعب منه في كل الضوء بتاع الماتيريال بتاعتك، تمام. ودي طبعا الالوان، لو هتتلعب تغير في الالوان زي ما انت شايف، دي اللايت كاب ادجستمنت. ده كان اول بقى الراجل الذهبي اهو. ده كان اول طريقة نعمل بيها ماتيريال. في طرق تانية طبعا تعمل بيها الماتيريال، زي الصور، ممكن تعمل ماتيريال من صورة، تمام. دي بقى ليها كذا نوع عشان تبقى عارف. خلينا نشوف كده اول حاجة معانا. زي ما انت شايف، دي ماتيريال صورة. الماتيريال تعملها ازاي؟ ممكن الناس اللي بتشتغل على ماكس مايا، البرامج دي تجيب سفير، تنزل سفير وتحط عليه اللون اللي هي عايزاه، وتعمل ريندر وتاخد الصورة على الفوتوشوب، تظبطها يعني في الفوتوشوب. لو انت مالكش في الكلام ده كله ولسه جديد، مالكش الا في مايا وماكس والكلام ده كله، عندك جوجل صديقك الصدوق، اعمل بحث هيطلع لك مليون صورة للماتيريالات بنفس الشكل كده، ونفذ معانا بقى الخطوات الجاية. هنحفظ الصورة طبعا زي ما انت شايف الشكل اهو، هنحفظ الصورة وهنرجع على زبرش، تمام. طبعا قائمة الماتيريال لو مش عارف تجيبها موجودة هنا اهي، تمام. قائمة الماتيريال نفس الطريقة، تعمل كوبي وتختار والكلام ده كله، تمام. دلوقتي بقى خلينا نجيب ماتيريال تكون بس ما فيهاش لمعان، وليكن مات كاب جرين، ماشي، كلر في الاوبجكت، تمام. لو جينا على المودفايرز زي ما انت شايف، دلوقتي احنا قلنا هي بتتكون من صورة، مظبوط مظبوط، ادي الصورة هي موجودة قدامي. يبقى اول حاجة نعملها هنروح على التكستشر ونعمل امبورت للتكستشر بتاعتنا او الصورة بتاعتنا، تمام. هتشوف مكان الصورة انت حاططها فين وتجيبها، وليكن الصورة دي مثلا، هقول له open، تمام كده الصورة معانا اهي. هنزل تحت وهضغط على الصورة دي ضغطة كده، هيفتح لي زي ما انت شايف، هيقول لي فين الصورة بتاعتك اللي انت عايز تحطها ماتيريال، هقول له اتفضل الصورة اهي. شايف اللي حصل؟ بقى عندي ماتيريال من الصورة. ممكن طبعا دلوقتي خلاص بقت ماتيريال خاصة بيك، ممكن تتلعب في السلايدر دي توصل لشكل انت عايزه زي ما انت شايف بنفس الطريقة، وبعد كده هتقول له عايز تحفظها سيف، ونفس الطريقة اللي فاتت يعني، مفيش حاجة صعبة كده اظن يعني، كل حاجة واضحة ومفيش حاجة صعبة، تمام. في طبعا طريقة تانية بس انا عن نفسي مش بستخدمها ومرجحش حد يستخدمها، او اللي عايز يستخدمها براحته يعني. خلينا نروح على التول، هي عن طريق اداة في الفرش بتاعت 2.5D، وهي الماتكاب، ان انت بتجيب صورة وبتحطها تشتغل عليها بالفرشة دي، بتطلع منها الماتيريال اي صورة على فكرة، تمام. بس يعني اظن الطريقتين اللي قلت لك عليهم دول مش هتحتاج ان انت تعمل طرق تانية. دي كانت حلقة الماتيريال معانا، واظن وضحنا شوية حاجات في الماتيريال، وان شاء الله الحلقة الجاية هنتعرف على البولي بينت، ان احنا نلون شخصية، زي نعمل الوان للشخصية والكلام ده كله.
ويا رب تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.